السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في استعراض لتسريب مثير جدا من الحلقة 20 لمسلسل طائر الرفراف، كما رأينا في الفيديو السابق، ففريد قد يتزوج من بيلين عرفيا بطلب من جده خالص آغا، ولمن فاته الفيديو يستطيع مشاهدته، وهو آخر فيديو في القناة. لكن في المقابل سايران ستتخذ قرارها، ولعل الديفنة قد تلعب دور كبير في هذا، وستقرر سايران الطلاق من فريد بسبب تصرفاته، وستصدم الكل بقرارها الذي اتخذته. لكن كاظم سيرفض طلب سايران، خاصة بعد حديثه لآخر مرة مع فريد، وحتى قيام الأخير بالتضحية بنفسه من أجله. كاظم سيفكر أيضا في مصالحه وكلام الناس وما شابه، وسيطلب من سايران أن تحافظ على زوجها وأن تعمل على كسبه. هذا التوتر سيزول بكل تأكيد، لأن بيني بنسبة كبيرة قد تغادر، وسينتهي دورها قريبا، خاصة بعد أن ترى حب فريد الكبير لسايران بعد اتخاذ سايران لهذا القرار. وقد يخبر فريد بيلين بأنه يحس بمشاعر غريبة تجاه زوجته كما لم يحس بها من قبل، وهذا مقدمة لتحسن علاقة الثنائي بكل تأكيد، وسنرى هذا في الحلقة 21. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك، اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفرف. سلام.